انا كاميرا طوغا نزل الشارع وسألت الناس عن رأيها في جواز الانتاج، فخلينا نشوف التقرير ده مع بعض ونرجع لكم مرة تانية. اتجوزي حد بشرط انك تخلفي، ولو ما خلفتيش تنفصلوا تطلقي. ممكن ايوه، لانه اصلا الزواج يعني المال والبنون زينة الحياة، فالزواج مهم الذرية. طبعا يعني الست اكتر هي هتبقى محتاجة الخلفة اكتر من الراجل، فاكيد وافق بحاجة زي كده، ده الطبيعي اصلا. اصل هو جاي عشان مصلحة. لا طبعا، ما هي دي اصلا حاجه بتاعت ربنا، ممكن اطلع انا ممكن يطلع هو، بعدين ليه يعني ليه اشترط حاجه مش يعني، لا دي بتاعت حاجه بتاعت ربنا يعني، في الاول وفي الاخر بتاعت ربنا، فلا اكيد لا طبعا. لو ليه شرط اصلا، الواحد بيتجوز مش عشان الشرط، هو بيتجوز عشان الاستقرار والبيت والاسره بس، لكن ليه شرط من الاول اصلا؟ ارفض. اللي اتجوزني اتجوزنا عشان شخصي، عشان روحي، مش عشان حاجه تاني. موضوع الخلفه ده مش شرط قوي ان احنا نتجوز عشانه، عشان في ظروف كتير قوي دلوقتي متغيره. ف لا، اصل ليه اصلا عمال يبقى الجواز مشروط بحاجه؟ لان احنا مش الاصل من الجواز الخلفه، يعني ممكن يكون في حاجات تانية كتير يعني. بس الاصل في الجواز مش الخلفه، الاصل هو طبعا تكوين اسره محبه. طيب احنا اولا عجبني اجابات البنات يعني بصراحه، الحمد لله. الجواز ما ينفعش يبقى مبني بس على شروط اصلا يعني، ده مبدئيا. بالظبط. انا عايز اعرف بقى، الطفل اللي بيتربى من غير اب بيبقى عنده مشاكل او عقد نفسيه؟ بيبقى في حاجه ناقصاه؟ بس احنا مش هنقول عقد نفسيه، بس هو بيبقى حقيبه للاضطرابات. يعني في تصنيف كده في اليو ان يونايتد نيشن، ان الشخص اللي هو بيفقد الاب، طبعا هو حالات الفقد كتير جدا وليها صور، بس فقد الاب سواء ممكن الاب على فكره مش فقد ان هو توفى او طلاق، ممكن يكون سافر شغل، ده في حد ذاته بعض، ده بيبقى في حقيبه اضطرابات كده احنا عارفين ان هو عرضه ليها جدا الولد، وده بيأثر على سلوكه. مهم جدا ان الام في المرحله دي تبقى فاهمه اللي الولد هيتعرض له، لان في احتياج بيبقى للطرف الاخر طبعا، الاب بشكل كبير جدا، فلازم الام تفهم ايه الاحتياج وتبتدي تتعامل معاه. بس هل بيكون ناقصه؟ طبعا بيكون ناقصه. انا شوف، دي حاجه عمرها ما حد يعرف يملاها يعني، ده مكان عمر ما حد يعرف يملاه، مكان الاب ده. انا موافق جدا، عشان كده بنقول الام تحاول على قد ما تقدر ان هي تغطي الجاب ده. طيب في حاله زي ما احنا بنتكلم مثلا، اعتقد ان في حاله الجواز بالانتاج انه بيبقى زي كان الاب توفى، انا بالنسبه لي هو مش موجود اساسا. دي بتبقى كارثه، لان وما محدش يجيب لي نماذج ناجحه، لان النماذج الناجحه دي 1% من ضمن المجتمع اللي احنا عايشين فيه. لا، بيبقى طبعا الولد بيطلع في وضع كارثي والبنت كمان يعني. طب هل شايف ان غريزه الامومه عند البنت كافيه ان هي تخليها تاخد قرار زي ده وتشيل المسؤوليه دي لوحدها؟ بصي، عايز اقول لك على حاجه، غريزه الامومه دي كافيه ان هي تحول الست دي يعني هي سوبر هيرو، هي بتبقى سوبر هيرو فعلا. لا ده واقع اصلا. انا عندي امي، عندي حماتي، عندي خالاتي، عندي مجتمع مراتي، فانا شايف ان هو طبيعتها ان هي سوبر هيرو، تمام. فغريزه الامومه دي يعني ليها حاجات كتير جدا، ولا هي بتخلق حاجه سلسله من الدوافع يعني، بس ده ما يغنيش طبعا عن الدور المهم اللي بيلعبه هنا الاب. هذا اللي احنا بنتكلم فيه بقى. انت ليكي، انت في الاخر على فكره حتى لو حاولتي تمارسي الدور ده، انت ليكي حدود مش هتقدري تتعدي، مش هتعرفي تهنيها، ومهما قدرتي تغطي الولد هيجي في وقت هيحس ان في فجوه، في جاب عنده، الجاب ده على مستوى السيكولوجي، وهتبان قوي لما يجي يرتبط بحد تاني، يجي يشتغل، يجي يتعامل مع اي حد من اصدقائه، قد ايه الجاب دي فيها مشكله. الام مهما كانت قويه عمرها ما هتغطي الجزء ده، خلينا نكون صراحه، لكن دوافع عشان كل واحد ليه دوره في الاول وفي الاخر. بالزبط. كل واحد ليه دوره. بالزبط. يعني انا بشوف كده. بالظبط. شايف ان السوشيال ميديا كان ليها سبب في انتشار الموضوع ده؟ يعني انفتحنا على العالم الخارجي، السوشيال ميديا وسواء التي في او وسائل التواصل الاجتماعي هي ليها دور في انتشار اي حاجه، لان انت طبيعي ان انت بتنشر موضوع بشكل سريع، بس الكارثه شكل سلبي يعني. هو مين اللي وإندايركت. ومين اللي طبعا اندايركت، انا موافق جدا، بس مين اللي بيتكلم في الموضوع؟ يعني انا بدخل كده مثلا بعمل سكرول كده بشوف الدنيا ايه، بلاقي ناس غريبه بتتكلم في موضوع مفيش. فطبيعي انا كمتلقي احط بقى دماغي مكان البروسبكت اللي بيسمع او بيستقبل الحاجه، هو حقه، لان هو ما يعرفش مين صح ومين غلط، فطبيعي ان هو مفيش منصه حقيقيه ان هو وعايز اقول لك على حاجه بصراحه، بما ان ده شغلك انت وشغلكم صح طبعا، التوعية لازم يبقى فيه
الشخص اللي زي حضرتك اللي يطلع كسوشيال ميديا الناس اللي زيكم بتطلع سوشيال ميديا يناقش الموضوع ده، يناقش الموضوع ليه؟ عوامل الجذب في السوشيال ميديا مش الموضوعيه، هي عوامل الاضاءه، عوامل الشكل، عوامل طريقتي في الكلام، الكونسبت اللي بتكلم بيه، الكلمات اللي بستخدمها، هو نوع من انواع الهيبنوز او التمرين زي ما بنسميها يعني. فانا بتفرج على حد بحبه علشان هو شكله حلو مش عشان بيقول ايه، وبتأثر بيه طبعا إيه. طبيعي، مع خلينا نتكلم ارقام سوشيال ميديا ماركتنج. فانا عشان اخاطب الناس دي والفئه دي ما ينفعش اطلع لهم حد او حد جد، انا اسف مع احترامي لكل اساتذتنا يعني، ما اقدرش اجيب حد فورمال، لازم اجيب حد الستايل بتاعه واقدر اديله صح، يتكلم بلغتهم يوصل. انا عندي مصيبه سودا ان في ناس مرجعيتها ناس ما كملتش تعليمها اصلا صح خالص. طب ازاي بقى نقدر نختار شريك حياتنا علشان نكون اسره ناجحه؟ ده يعني طبعا السؤال يعني مهم قوي، سؤال ده وتختم زي ما بيقولوا. وعايز اقول لك هو كنت انا بحصل لسبب، هو بيتغير مع يعني كل سنه بيحصل له ابديت. ازاي اختار شريك الحياه صح؟ اختيار شريك الحياه مش بيبتدي منه، بيبتدي مني انا شخصيا. انا عايز اعيش شكل اللايف ستايل بتاعي عامل ازاي، الحاجات اللي انا عايز، الجولز اللي انا عايز اوصل لها. معظم للاسف البنات بيبقى الجولز بتاعتهم تطلع من البيئه اللي هي عايشه فيها وتخرج من البيت وتنطلق في حياه، ده غلط خالص. المفروض يكون عندي فعلا انا عايز اعيش بشكل معين، عايز احقق حاجه معينه، والاقي الطرف التاني ده حي يغطي وابقى واقعيه. ما هو الواقعيه ده مهم جدا، هتفرق معانا في ايه؟ خلينا نتكلم بشكل سليم. انا بيبقى عندي مشكله كبيره ان في بنات مع ضغوط الحياه وضغوط الاهل والظروف اللي احنا عايشينها، فبيجي لها اول شخص مع ضغوط الاسره، وده حقها وحقهم. انا ما يعني خلينا نتكلم بشكل واقعي، بيوافقوا. الكارثه بتبتدي بعد كده، بعد اول سنه ما بيكملوش سنه بيحصل طلاق. ده ليه؟ لان اصلا الاختيار من البدايه كان بشكل غلط. انا بقول للناس الواقعيه اللي انت قلتيها دي يا ريت تطبق. خد بالك، بص على السلبيات اللي هتحصل في اقل من سنه في حاله اللي انت تسرعت في الارتباط بشكل خاطئ. عمرو انا